كل حدا فينا عنده محطة، وكل محطة فيها أفراحها وأحزانها، ولازم ما نوقف عند المحطات البائسة في حياتنا. وها أنا ذا وجدت المحطة اللي بتستحق إني أقضي فيها وقت وجهد ونجاح. أحباب القلب، سلام عليكم جميعا. معكم الأستاذ سنان حواري، معلم مادة اللغة العربية. أعلن وبحمده تعالى انضمامي إلى منصة أساس التعليمية جيل 2007. جهزنا لكم حصص تأسيسية قوية، كما تعلم يا حبيب القلب ما بني على الباطل فهو باطل. البدايات القوية تعني النهايات نارية وجميلة. جيل 2008 المنهاج الجديد، حصصنا التأسيس أصبحت جاهزة على منصتنا، منصة أساس. كونوا معنا يا أحباب القلب، ونار يا حبيبي نار، وسلام عليكم.